السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي أنا عاملة الفيديو ده هوت فيديو كده، يعني شوية نصائح كده على الماشي، وازاي انت كمان ايه يعني توفري كده ايه في بيتك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض كده يعني، ونشوف أول نصيحة معانا تبقى عن ايه. أول حاجة حبايبي، بالنسبة للحمة، لما تجيبي لحمة يعني وعايزة يعني عايزة تشيليها في الفريزر، فيفضل ان انتي بتقطعيها الاول يعني على حسب افراد الاسرة عندك، وبتحطيها في كيس وبتدخليها ايه الفريزر. برضو بالنسبة برضو ايه للفراخ، برضو بتقطعيها، برضو بتجيب الفرخة ويعني بتقطعي الفرخة الاول، لا يعني على حسب عدد افراد الاسرة عندك برضو، وبرضو ايه يعني وبتشيليها ايه بتشيليها في الفريزر. وممكن برضو بالنسبة للفراخ اللي انت تطلعي يعني، ممكن انت تاخدي منها ايه يعني نص الصدر كده هوت. الصدر طبعا لوحده ممكن يعمل لك 300 جرام ولا حاجة، فممكن برضو اللي انت تستغلي الصدر في كيس لوحده وتعمليه تعمليه في وصفة تانية برضو، تعمليه بانيه يعني، تعمليه كده هوت يعني تقطعيه كده شرايح كده رفيعة وتدقيه كده هوت، تخليه رقيق كده هوت، وبعد كده يعني بتعمليه برضو ايه بفتك كده هوت، يعني تبقى وصفة ايه لوحديها يعني. قبل ما تدخلي مثلا، قبل لما تيجي تجيب الفرخة يعني قبل ما تدخلها في فريزر، ممكن تطلعها يعني تطلعها يعني على وصفتين كده يعني. بالنسبة بقى للسمك حبايبي، يعني السمك طبعا يفضل كمان ان انت لما تيجي تشتري السمك وتعمليه تشتريه يعني اشتريه بقى ايه على قد عدد افراد الاسرة عندك، بحيث ان انت لما تيجي تعملي السمك يعني يخلص بقى ايه يعني في نفس اليوم اللي انت ايه عاملة فيه، لان كمان السمك لما بيتشال في الفريزر وانت شايلة حاجات تانية، فده بيأثر على بيعمل ريحة زفارة، فبيأثر على ريحة الحاجة التانية اللي ايه الفريزر. عشان لو انت كمان شايلة فواكه او اي حاجة تانية، يعني ده يفضل السمك تشتريه يعني على قد ما تعمليه كده في اليوم وخلاص. ده كده بالنسبة ايه لأول نصيحة كده معانا، ونكمل ونشوف تاني نصيحة ايه. بالنسبة بقى حبايبي، لو انت بتعملي محشي، فضل معاكي شوية خلطة كده يعني، من خلطة المحشي فضل معاكي مثلا ورق كرنب او ورق عنب، يعني يعني الحاجات ديت يعني ممكن برضو اللي انت ايه تستغليها في وصفة تانية، بحيث ان انت يعني ايه تشيل الحاجات ديت في الفريزر، وبعد كده هوت يعني في يوم تاني يبقى انت مثلا عاملة اكل، ممكن تعملي دولت يعني يبقى طبق كده يعني طبق كده هوت، وتقدميه برضو لأسرتك مع الاكل اللي انت عاملاه. دي برضو فكرة برضو. بالنسبة ساعات احنا بنعمل برضو كمية محشي، وساعات يفضل معانا شوية رز، ساعات يفضل معانا برضو ورق كرنب او ورق عنب، الحاجات ديت فديت تتعمل جنب اكل تاني بعد كده. نصيحة بقى اللي معايا دلوقتي هتبقى النصيحة ديت، يعني لو انت عندك مثلا شوربة، الشوربة ديت ممكن برضو اللي انت تستغليها اللي انت بعد الشوربة بعد ما تبرد معاكي، يعني يفضل انت هتشيليها باردة في الفريزر، ممكن انت تستخدمي تجيبي الاكياس اللي هي بتاعت اللبن ديت، وتبدأي اللي انت تحوشي يعني ايه الشوربة ديت في الفريزر، مثلا كل كيس كده ممكن تشيلي فيه نص رطل كده من الشوربة او رطل ولا حاجة على حسب ما انت يعني ما انت عايزة، يفضل ممكن نص رطل كفاية، وتربطي الكيس وتشيليه في الفريزر، تطلعيه بقى تطلعي الشوربة ديت تبقى عندك ايه يعني طول الاسبوع، ممكن تعملي منها ملوخية. بالنسبة لو انت بتحبي الكشك برضو ممكن تعملي بيها، بالنسبة برضو ممكن تعملي بيها برضو الايه اي اكل عندك انت بتعمليها، اي طبيخ تطلعي منها وتعملي برضو، وده هو تبقى يعني حلوة برضو بدل ما تستعملي مكعبات دجاج، فيعني بنتي كده ايه استغليتي الشوربة تنفعك في اي وقت اللي انت ايه تعمليها.
بالنسبة برضو للفاكهة برضو يعني كفاية مرة واحدة في الأسبوع، علشان برضو ايه يعني توفير، يبقى انت كده ما حرمتيش أسرتك، وفي نفس الوقت جبتي مرة كده كل أسبوع فاكهة على حسب ايه ما انتوا بتحبوا يعني. يعني شوف برضو النصيحة اللي بعد كده، النصيحة اللي معايا دلوقتي بالنسبة بقى للأكل، مثلا لو انت مثلا عاملة أكل وفضل منك لتاني يوم، ما ممكن برضو اللي انت يعني وتاني يوم مثلا انتوا يعني اتغديتوا من الأكل ده هوت وفضل منك حاجة تانية، الحاجة يعني الأكل اللي فاضل ده ما ترموهوش، عشان حرام، دي نعمة ربنا. ممكن برضو اللي انت تحتفظي بالأكل ده هوت في قلب التلاجة، تسيبيه أو ممكن تحطيه في الفريزر، مش هيجرى له حاجة، واعملي أكلة تانية يعني تالت يوم كده، تعملي أكلة تانية، أي حاجة عايزة تعملي مثلا، أي حاجة تعجبك، بعد كده هوت ترجعي للأكلة ديت، تطلعيها بقى من الفريزر أو من التلاجة يعني، يعني وتسخنيها وتقدميها لأسرتك تاني، يبقى انت كده هوت يعني هما ما زهقوش كمان من الأكلة، وفي نفس الوقت انت غيرتي كده في نص الأكلة، في نص يعني في نص الأيام كده هوت، بين الأكلة بين الأكل كده وبعضه بصنف تاني، ورجعتي للصنف اللي انت كنت عاملاه، فبالطريقة ديت يعني أسرتك ما تزهقش من الأكل وما تملش منه يعني. وممكن برضو اللي انت تعملي مثلا بالنسبة بقى للحلويات، يعني يفضل برضو اللي انت ايه لما تيجي تعملي حلويات يعني كفاية مرة، يعني كفاية مرة كده واحدة في الأسبوع، يعني كل أسبوع كده تحاولي اللي انت يعني ايه تعملي صنف كده حلو كده هوت، عشان برضو يعني يبقى فيه تجديد كده برضو في الأكل يعني باستمرار، وأسرتك ما تملش يعني، وتفرحي برضو أسرتك وأولادك كده. شوف برضو النصيحة اللي بعد كده، النصيحة اللي معايا دلوقتي، طبعا في طبعا أولادنا بيحبوا اللي هم يشربوا عصاير بره، العصاير الجاهزة، بالنسبة برضو للزبادي يعني بدل ما تشتري برضو زبادي، حاولي اللي انت تعملي الزبادي ده هو بنفسك في البيت، انت كده يعني اعتمليه وتوفري كمان. وبرضو بالنسبة برضو للعصاير، حاولي اللي انت تعمليها انت بنفسك في البيت، يعني ما تعوديش اولادك برضو اللي هم يعني يشتروا عصاير من بره، فبنفس الوقت العصاير بره تبقى اي عصير هيبقى غالي، وكمان يعني انت كمان بتعملي حاجة في بيتك كمان يعني مش على حكاية غالي برضو، يبقى انت كده بتوفري، ومش عارفة يعني انت كمان يعني لما هم اولادك بيجيبوا العصاير او الحاجات دي انت كمان مش عارفة الحاجة ديت معمولة ازاي، فانت بتعمليها في بيتك طبعا حاجة البيت بتبقى انضف واضمن، وطبعا انت عارفة انت عاملة الحاجة ديت في البيت ازاي، فيفضل ان انت تعملي الحاجات ديت ايه بنفسك. بالنسبة بقى حبايبي للنصيحة اللي معايا دلوقتي، طبعا النصيحة ديت بقى للي هم الموظفين، طبعا ما بتاخدي المرتب بتاعك، فبتشيلي بقى ايه بتحاولي اللي انت تطلعي منه، يعني لو احنا في ايام مدرسة بتطلعي فلوس المدرسة كده على جنب، فلوس الدروس، بتطلعي برضو فلوس المية، الكهرباء، الغاز، بتحاولي اللي انت تشيلي الفلوس ديت الاول على جنب، عشان ما يعني ايه ما تجيش بعد كده اللي انت ايه تتزنقي. ده كده بالنسبة ايه للموظفين. طب بالنسبة يعني اللي هو مثلا ايه جوزها مش موظف وشغال على دراعه، فمثلا يعني لما يجي يديلها فلوس، فهي تحاول اللي هي برضو تدبر نفسها، يعني مثلا ايه تحاول اللي هي تشيل يعني جوزها ادالها مصروف في البيت يعني على حسب ما هو هيديلها، يعني لو ادالها مثلا 200 جنيه، فبتحاول اللي هي مثلا تشيل 50 على جنب كده يعني، انا بديلكم ايه مثال، فانت لما تشيل الجزء ده هات على جنب على جزء تاني لما يجي يديهولك، هتلاقي نفسك اللي انت يعني ايه مش هتتزنقي يعني، مثلا طبعا هي العداد دلوقتي العدادات الكهرباء دلوقتي بقت بالكارت، فهتلاقي نفسك اللي انت مثلا في فلوس معاكي، العداد خلاص محتاج اللي انت مثلا ايه تشحني، يبقى انت هتلاقي نفسك اللي انت معاكي فلوس اللي انت ايه تشحني، بتاع الغاز جالك هتلاقي نفسك برضو من الفلوس اللي انت
يعني يعني شايلها كده على جنب من فلوس من فلوس مصروف البيت، هتلاقي نفسك اللي انت ايه بتدفعي بتاع الغاز لما يجيلك تدفعي الغاز. في حاجة محتاج يعني البيت محتاج حاجة، هتلاقي نفسك اللي انت ايه معاكي اللي انت ايه تدفعي. يبقى انت كده بالطريقة ديت، يبقى جوزك حتى لو الشغل زنق معاه مفيش فلوس كده، فيبقى انت كده وفرتي عليه يعني وما تحسسهوش بالعبء بعد كده يعني. دي برضو يبقى كده انا قلت لكم النصيحة بالنسبة للموظفة وبالنسبة للي جوزها شغال على دراعه. ونشوف مع بعض ايه تاني النصيحة اللي بعد كده. النصيحة اللي معايا دلوقتي هتبقى بقى يعني ايه بالنسبة للخضار. الخضار بقى لما يبقى يعني في خضار رخيص كده وبسعر كويس، فانت تستغلي طبعا الموسم بتاعه، فتجيبي الخضار ده تجيبي كمية منه وتنضفيها وتحاولي اللي انت ايه يعني تخزنيها في الفريزر، وتنفعك بعد كده يعني هتنفعك بعد كده. سعر الخضار بقى سعره غالي، هتلاقي نفسك اللي انت مخزنة منه هتطلعي في اي وقت وتعملي منه، فهيوفر ايه هيوفر عليكي. يعني استغلي الموسم بتاع الخضار، اي خضار في الموسم بتاعه طبعا بيبقى رخيص، فحاولي اللي انت ايه تخزني يعني. برضو معايا نصيحة برضو جميلة جدا جدا، يعني لو انت مثلا بتعملي بانيه، ممكن يعني تشيلي من البانيه كده يعني حتتين كده على جنب في كيس كده في الفريزر، يعني برضو عاملة برضو بوفتيك، ممكن برضو اللي انت تشيلي منه برضو يعني جزء كده برضو في الفريزر، معلقة يعني مش عاي يعني مش عاي مش عاي يعني مش هيخسر معاكي يعني. لو مثلا لحمة مفرومة تشيلي معلقتين كده على جنب، يعني الحاجات ديت يعني الحاجات ديت هينفعوكي برضو بعد كده لو انت مثلا ايه اولادك نفسهم في بيتزا، ممكن برضو اللي انت تطلعي الحاجات اللي انت شايلاها ديت وتعملي لهم بقى احلى بيتزا. طبعا برضو لو انت مثلا عندك جبنة، ممكن برضو يعني لو عندك جبنة موزاريلا تشيلي برضو في الفريزر. ما عندكيش جبنة موزاريلا، عندك جبنة رومي، جبنة رومي برضو تنفع في البيتزا برضو، او جبنة شيدر تشيلي برضو منها برضو ايه شوية جبنة كده برضو في الفريزر. يبقى اولادك لما يعوزوا البيتزا في اي وقت هتلاقي نفسك الحاجات ديت انت موفراها من الاكل بتاع البيت، فهتطلعي في ساعتها وهتعمليها مش هتحسي بيها يعني، وفي نفس الوقت هتبقي انت كمان ايه يعني فرحتي اولادك. يعني بدل ما يطلبوا منك نفسنا في بيتزا يا ماما، فانت مش هيبقى عندك الحاجات بتاعتها انا لسه هعمل بيتزا، لا انا ما عنديش الجبنة، لا انا كنت عايزة اعملها بلحمة مفرومة ما عنديش، لا كنت عايزة احط فيها فراخ ما عنديش. فانت لما تشيلي الحاجات ديت مش هيخسروا ايه معاكي يعني. شو برضو النصيحة اللي بعد كده، النصيحة دلوقتي لو انت مثلا عندك اكل ويعني وفاضل منك، او اولادك او جوزك زهقوا منه ومش عايزين ياكلوه، فيعني ما ترموهوش حرام، ما فبرضو احتفظي بيه برضو في الفريزر وتشيليه. وطبعا بعد كذا يوم كده لما تيجي تطلعيه تاني تطلعيه بقى وسخنيه واعمله لهم يعني في وقت الزنقة. في وقت الزنقة مثلا لو الظروف مش قد كده معاكي، الظروف مزنقة، جوزك ما معهوش، طلعي الاكل ده واعمليه تاني، سخنيه وقدمه له مع يعني بالطريقة ديت يعني مش هتحسي انتي وبنتي يعني مش هيوفر عليكي الاكل ده، هيوفر عليكي وبالطريقة ديت انتي ما رميتيش نعمة ربنا ونفعتك برضو في وقت الايه في وقت الزنقة. النصيحة بقى اللي معايا دلوقتي هي النصيحة اللي معايا دلوقتي طبعا هي غريبة شوية عشان ظروف البلد بتمر بيها اليومين دولت، فيروس كورونا، وطبعا مفيش شغل، والحظر اللي البلد فيه، وطبعا رجالتنا بتقعد من الساعة 5 يعني التاني يوم عبال ما ينزلوا يشتغلوا،
والاجازه بقى يعني جمعه وسبت قاعدين في البيت، فطبعا اكيد يعني الظروف مزنقه على الكل. بس هي النصيحه اللي معايا دلوقتي يعني هقولها لك برضو، يعني عشان يمكن لما الحال كده يتصلح كده اهوت واحوال البلد تتصلح، فيبقى انت عندك فكره يعني انا بقصد ايه، او بقدم لك النصيحه ديت ليه. وربنا يصلح حال الجميع يا رب، وتعدي الأزمة ديت على الخير اللي احنا فيها دلوقتي. بقى ايه بالنسبة بقى لو انت يعني معاكي فلوس، ممكن برضو ايه يعني ممكن انت تشيلي الفلوس اللي هي فاضلة منك على جنب، او ممكن يعني ايه نستبعدوا حكاية الجمعية، لان انا مش بعمل كده بصراحة. يعني ممكن انت يعني تشيلي فلوسك تشيليها على جنب كده اهوت، يعني ممكن عايزة تشيليها في البيت، عايزة تشيليها في بنك كده، يعني زي ما انت عايزة. يعني الفلوس ديت الفلوس الزيادة اللي انت هتركنيها على جنب تكوني مثلا ايه يعني مخططة في دماغك. شوفي انت طلبات بيتك هيبقى ناقصك ايه، انت نفسك تعملي ايه في بيتك، ايه الحاجة اللي بايظة عندك عايزة تجيبي بدلها. عايزة اكيد يعني كل ست بيت طبعا بعد فترة من الجواز بتبقى عايزة الحاجة دي باظت، لا انا عايزة اجيب بدل الغسالة، عايزة اجيب بدل التلاجة، الحاجات ديت. فطبعا انت لو عملتي بالطريقه دي تشيل الفلوس اللي فاضله منك تشيلها على جنب كده اهوت، وبعد كده يعني حتى انت لما تيجي مثلا عايزه تغيري اي حاجه في الشقه، ممكن برضو اللي انت ايه هيبقى معاكي بقى فلوس انت شايلها، فهتلاقي اللي انت كمان يعني ما تعبتيش جوزك في حاجه في الطلبات، فهتلاقي نفسك اللي انت يبقى انت كده كنت شايله جزء للفلوس دي جمعتي تمنها، فانا هنجيب كذا، فاكيد اللي جوزك طبعا مش هيزعل وهيكون مبسوط كمان اللي انت بتعملي كده اهوت. بس كده هو دي كده النصيحة بتاعت النهاردة. بالنسبة برضو لو انت يعني جوزك برضو يعني على قد حاله، ممكن برضو اللي انت حتى لو هتجيبي حاجات بسيطة في قلب البيت، لو انت مثلا هيديلك مصروف مثلا في البيت، وزي ما قلت لكم برضو من شوية هتشيلي مثلا جزء كده منها على جنب، على جزء على جزء، فهتلاقي نفسك يعني ايه حتى لو حاجة باظت عندك، يعني مثلا ساعات ست البيت وهي بتعمل اي حاجة في المطبخ هتلاقي يا الخلاط شاف الخلاط وقعت كسر مني، الخلاط باظ، مش عارفة ايه حصل. ساعات بيحصل معانا طوارئ كده في المطبخ، فبنضطر الحاجات دي طبعا بتبقى خسارة وعايزة تتصلح. فطبعا انت لما تبقي شايلة فلوس كده على جنب هتلاقي نفسك اللي انت بتصلحي الحاجات دي، او بتعملي اي حاجة يعني باظت عندك في قلب الشقة، او حاجة اتكسرت حاجة تجيبيها، فانت يبقى حتى يبقى معاكي حد تعب يعني لا قدر الله. طبعا ربنا يديلكم الصحة انتوا واولادكم يا رب، فبرضه يبقى انت معاكي حد تعبان، يبقى معاكي مثلا فلوس اللي انت تجيبي لاولادك حاجة علاج تكشفي حاجات زي كده يعني. فلازم يبقى معاكي فلوس على جنب، لان طبعا احنا ساعات بيحصل طوارئ كده بتبقى غصب عن الواحد، واحد مش عارف يعمل ايه، فعشان ما تخبطيش على حد وما تمديش ايدك لحد يعني، عشان بصراحة هو يعني هو يعني لما انت بشايلة جزء كده تعملي بيه الحاجة اللي البيت عايزها، افضل ما تصرفي فلوسك كلها وتيجي في الاخر يعني تمدي ايدك لحد يعني. فيا ريت اللي انتوا تعملوا كده اهوت، وربنا يعني يساعدكم يا رب، وما تحتاجوش لحد طبعا الله ربنا. نشوف النصيحة اللي بعد كده. في برضو اخر بقى نصيحة معايا، لما تجيبي فاكهة حاولي اللي انت يعني كل ما تجيبي فاكهة او جوزك جاب لك فاكهة، فحاولي اللي انت تاخدي منها لو حتى نص كيلو او ربع كيلو من كل حاجة كده اهوت،
وتشيليها في الفريزر، في كيس في الفريزر. يعني مثلا جايبة فراولة، خدي منها ربع كيلو حطيه في كيس كده وتغسليها، وقطعيها كده شرايح وحطيها في كيس في الفريزر. جايبة سفندي، ممكن برضو اللي انتي تاخدي برضو تفصصي السفندي وتطلعي منه البذر وحطيه برضو، حطيه في الفريزر. مانجا نفس النظام. اي فاكهة، حاولي اللي انتي اي فاكهة انتي جايباها حاولي اللي انتي تشيلي منها ايه جزء كده في الفريزر. طبعا ده بينفعك لما حد مثلا يجيلك ضيوف كده مرة واحدة، فتلاقي نفسك اللي انتي يبقى عندك فاكهة في الفريزر، تطلعي منها وتعملي عصير. في يعني في يعني لما يجيلك حد تقدري اللي انتي تعملي يعني عصير كده بمنتهى السهولة، عصير طبيعي جميل 100 100. فطبعا يعني حاجة برضو تشرفك قدام اي حد يجيلك ايه فجأة. دي برضو نصيحة برضو حبيت اللي انا اقدمها لكم، ما لان انا يعني بصراحة انا بعمل كده هوت، يعني كل جوزي ما يجي يعني يجيب فاكهة ولا حاجة، ف يعني عرفتها بصراحة النصيحة دي كمان عرفتها من واحدة صديقة عزيزة عليا، فعرفت يعني لما قالت لي انا بعمل كذا كذا، فمن ساعة ما قالت لي بصراحة وانا اتعلمتها منها. كل بقى يعني كل ما يبقى في عندي فاكهة فبشيل منها يعني كيسين 3 اكياس كده على حسب كمية الفاكهة اللي جاية يعني، وبقوم شايلة منها في الفريزر. فطبعا بتنفعني ساعات مثلا اصدقاء بنتي يجوا مثلا يذاكروا معاها في البيت، ان هم انا مثلا بطلع منها وعامله لهم ايه عصير، يعني حد من اخواتي جه كده يعني. فبتنفعني في اي حد يجي يعني ايه، الفكرة دي بتنفع في اي حد يجيني فجأة يعني. بس كده حبايبي، اتمنى للفيديو حبايبي يكون عجبكم وتكونوا استفدتم كده بشوية النصايح كده اللي هي نصايح كده عن التوفيق. اتمنى للفيديو يكون عجبكم وتقولي رأيكم ايه كده، واللي عندها نصيحة يعني نصيحة مختلفة عن اللي انا قلتها يا ريت اللي هي تكتب لي كده تعليق وتقولي على النصيحة اللي هي يعني بتستغلها او بتوفرها في بيتها، تقولوا لي برضو عليها عشان برضو ممكن ان انا اجمع النصايح دي وبرضو اقول اعملها في فيديو تاني، والناس برضو ايه تستفاد منها، يعني احنا بنستفاد ايه من بعض. فهي ديت النصايح اللي انا قدمتها لكم النهاردة، دي هي دي اللي انا ايه بعمل بيها، يعني بعملها في بيتي، وحبيت برضو اللي انتوا ايه يعني تستفادوا ايه منها. واللي عندها نصيحة جديدة كده هوت او مختلفة يعني حاجة مختلفة عن اللي انا قلتها يا ريت اللي هي تسيب لي تعليق عشان كلنا نستفاد ايه من بعض. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتم تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس اللي هم يشوفوه، عشان الفيديو طبعا يعني بيرتفع كده هوت لما من عدد اللايكات، لما ياخد عدد لايكات كتير بيوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.